الثوار تتفضل لشبيحة كفريا والفوعة. اشتباكات وقعت بين الثوار وشبيحة بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب بعد أن حاول الشبيحة التقدم نحو طريق إدلب معرة مصرين ومعهم تعزيزات من قوات النظام من أجل تعزيز حواجز إدلب الشمالية التي اقتحمها الثوار في الأيام الأخيرة. الشبيحة قاموا بإطلاق نار عشوائي قتلوا على إثره أحد المزارعين متقدمين باتجاه مزارع برومة حيث تصدى لهم الثوار في المنطقة وطلبوا تعزيزات من جميع ثوار الريف الشمالي لإدلب ولب الثوار النداء وقاموا على الفور باقتحام مزارع برومة وقتلوا عددا من الشبيحة واستمرت المعركة أكثر من ساعتين حتى وصل الثوار إلى القرب من طريق الأوتوستراد حيث انسحبت على إثرها قوات النظام والشبيحة إلى إدلب والفوعة مخلفين وراءهم أكثر من 20 قتيلا وعددا من الجرحى. الله أكبر. المعركة تبعها قصف عنيف بالمدفعية ورجمات الصواريخ شمل معظم المدن والبلدات المجاورة لا سيما معرة مصرين وبنش وسرمين. لم تكن المرة الأولى التي تعتدي فيها كفريا والفوعة على جيرانها، فمع بدايات الثورة ما فتئت شبيحة البلدتين باستهداف المنطقة في طاقاتها وأبنائها. كفريا القرية الشيعية تقع قريبا جدا من الفوعة الشيعية أيضا، إلا أن الشهرة الأخيرة طغت على الأولى بعد أن قامت فئة من سكان البلدتين بنصب حواجز على الطرق التي تصلهم بالقرى المجاورة وبدأوا باعتقال العابرين من أهالي تلك المناطق، الأمر الذي دفع سكان المناطق المجاورة لخطف عدد من أبناء الفوعة لاسترداد المختطفين، وأصبح كل طرف يصطاد مدنيا ليبادله بآخر. وقبل تشكيل الجيش الحر كان التوازن العسكري راجحا لصالح سكان الفوعة الذين يتسلمون سلاحا متطورا من النظام، لكن نشوء قوة مسلحة تدافع عن مدن وبلدات ريف إدلب جعلهم أكثر رعبا فشرعوا في القتل المباشر. ويقول الأهالي إن مشكلتهم كانت مع الشبيحة والمجرمين فقط، لكن استقبال منصات القذائف يجعل البلدة كلها في موضع اتهام، فالقرى الدرزية ككفتين وكفربني مثلا المجاورة لتلك المناطق رفضت أن تسمح للنظام باستخدام أراضيها لقصف القرى الأخرى، وحاليا يقوم النظام بحشد دباباته وراجمات الصواريخ في الفوعة وكفريا كي تكون مقرا له في حال تحرير مدينة إدلب، وهو ما أثار استياء عاما في صفوف السكان ونقمة شديدة في أوساط الجيش الحر من أهل الفوعة الذين جعلوا مساكنهم منطقة عسكرية. الفوعة بصواريخ الهاون. الله أكبر.